أهلا وسهلا. تقلبات مؤشر الدولار في جلسة الأسبوع بعد حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول، والذي قد أكد على أمكانية تجديد السياسة النقدية في اجتماع قادم، وأن يجب متابعة أرقام التضخم في الفترة القادمة، كما أن قراءة بيانات الوظائف كانت ممتازة لاتخاذ قرار لتعديل السياسة النقدية. كان النفط قد سجل ارتدادات صعودية من مستويات 72.5 لخام غرب تكساس تحديدا، بعد إغلاقات ميناء جيهان في تركيا بسبب أحداث الزلزال المأساوي في البلاد، مما أدى طبعا إلى خلل في المعروض. قد تداول الدولار الأسترالي بشكل إيجابي في جلسة الأسبوع بعد أن رفع بنك أستراليا الفائدة للمرة التاسعة، هاي المرة بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 3.35%. ومن بريطانيا أعطت قراءة الناتج المحلي الإجمالي بعض الارتياح للاقتصاد بدخولها المنطقة الصفرية بعد ربعين من القراءات السلبية، بمعنى أن بريطانيا قد تجنبت الركود التقني، مع أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة هي الأعلى في 41 عام، والأجور لا تزال مرتفعة وتشكل المزيد من الضغوط التضخمية. تتجه الأنظار في جلسة الأسبوع القادم بكل تأكيد لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين، مؤشر التضخم من الولايات المتحدة الأمريكية. ونتوقع أن يستمر مؤشر التضخم بتسجيل انخفاضات إلى مستويات 6.3% من مستويات 6.5%. كما وقد ينخفض المؤشر الأساسي من مستويات 5.7% لمستويات 5.5%. هي قراءات لو جاءت ستكون ممتازة للفيدرالي، وتعطي انطباع بأن تأثير رفع أسعار الفائدة بيستمر على التضخم. سيصدر كمان من الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة الأسبوع مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، لمحاولة الحصول على إشارات مستقبلية عن الضغوط التضخمية. كذلك من المتوقع أن ينخفض التضخم من بريطانيا من مستويات 10.5% إلى 10.3% في يوم الأربعاء. كل تأكيد لا يزال التضخم في بريطانيا بعيد كل البعد عن مستهدفات بنك إنجلترا. ننتقل إلى التحليل الفني، نبدأ مع الذهب. الذهب كان قد كسر مستويات 1876، وقبل كان قد كسر مستويات النفسية مستويات 1900 دولار للأونصة. فإمكانية عودة التداول، نظرا لإمكانية التداول مدفوعة بالدايفرجنس الإيجابي، إمكانية الارتداد نحو مستويات 1875 واردة جدا على المدى القصير، ثم تشكيل انخفاضات نحو مستويات 1842، ثم مستويات 1827، ثم مستويات 1800 دولار واردة جدا بشرط التداول أدنى مستويات 1880 و 1900 في جلسة الأسبوع القادم. ننتقل إلى اليورو. فاليورو كسر القناة السعرية الصاعدة، استمرارية التداول أدنى مستويات 10.785، قد تدفع اليورو لتشكيل ميل سلبي نحو مستويات 10.600 ثم مستويات 10.510 بالنسبة لليورو، نظرا حتى لأنه بتداول تحت تأثير الدايفرجنس السلبي. أما على الباوند، فالباوند لا يزال يتداول أدنى القناة السعرية الصاعدة، كسر مستويات 1.2290 مهمة جدا لاستمرارية التداول الميل الهابط أو تداولات الهبوطية، إمكانية الهبوط نحو مستويات 1.19 ثم 1.1770 واردة جدا في حال استمرارية التداول للجنيه الاسترليني أو الكابل أدنى مستويات 22.75. بالنسبة للنفط، فالنفط يتداول عند مستويات مفصلية، مستويات مهمة جدا هي مستويات 80.35، ارتدادات صعودية في الفترة الماضية من مستويات 72.50-72.5 لخام غرب تكساس. التداول حاليا عند مستويات الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة، مهم جدا اختراق النفط أعلى مستويات 81 للميل الصعودي أو لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 82.50 ثم مستويات 85 دولار للبرميل خام غرب تكساس.
ننتقل للداو جونز. الداو جونز لا يزال يتداول في جلسة الأسبوع الحالي وجلسة الأسبوع الماضي عند تداولات فيها تقلبات سعرية بين الصعود والهبوط، لا يزال يتداول أدنى مستويات المقاومة السعرية 34,250 لمستويات 34,590، منطقة مقاومة قوية بالنسبة للداو جونز. استمرارية التداول أدناها قد يفتح المجال لاختبار واحدة من المستويات القريبة عند 33,430، ثم مستويات 32,600، ثم إمكانية التراجعات نحو مستويات 31,200، مشروطة طبعا باستمرارية التداول أدنى مستويات 34,560. هذا بالنسبة للتحليل الفني للأسبوع القادم. تداولات موفقة للجميع.